هود عليه السلام، شعيب عليه السلام، صالح عليه السلام، أو عيسى بن مريم عليه السلام. عليهم وعليك السلام يا أبو فتح. أنا ما في خوف من كبير. السلام عليكم. شكرا لكم على آخر مقطع، شكرا لكم على 350 ألف لايك. إن شاء الله استمتعتوا بالمقطع، إن شاء الله تثقفتوا بالمقطع. واليوم الجزء الثاني ما راح أرد. الجزء الثاني بالمقطع بس يربح المليون. قبل لا نبدأ نستمتع ونتثقف ونضحك. الله، آخر مقطع كان فيه أجوبة غلط، صار فيه هجوم تحت بالتعليقات، ولكن يا جماعة خير الخطائين التوابون، نحن بشر نخطئ ونتعلم. الله أكبر. فاليوم مقطعنا إن شاء الله ما راح نخطي. لا شوف، راح نخطي، وخاصة أنا مفلق مو راح أخطي، راح أجيب أبو العيد. المهم لا أطول، إذا استمتعت بالمقطع لا تنسوا زر اللايك، وإذا ما استمتعتوا بالمقطع لا تنسوا زر الديسلايك. أول متسابق. ما عليكم من هذه اللي فوق، هذه حركات جديدة 2023، عرفتوا؟ اوكي والله العظيم اعرفك قسم بالله. وانا بعد الله يعطيك العافية، انا ما عرفت تدخلين معنا في مسابقة. كنت تتابعيني كنت يعني خلاص ما تتابعيني؟ لا 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 لسه بس يعني تغير. انا تغيرت؟ جوجو او ماي جاد، تدرين بصيح والله. طيب عندنا مسابقة جميلة هنا تشاركين. يلا طيب مسابقة من سيربح المليون، ممكن تكونين من الفائزة بإذن الله وتفوزين بالمليون، بس انتبهي معاي. ما هو حكم الالتفات لغير الحاجة في الصلاة؟ انت قاعدة تصلين التفيتي، شنو الحكم بالموضوع؟ جائز؟ حرام؟ مكروه؟ حرام؟ مندوب؟ محرم. هنثبت؟ خطأ. محرم. أنا سمعت صوت خفيف خطأ، هذا أنا يعني لعل لو تسمعين محرم. لا محرم بس خلاص، يعني محرم ما في محرم. مكروه مو مكروه. كيف تلفين راسك بالصلاة؟ اس محرم. ثبت محرم ولا مكروه؟ محرم. ابشري انا لو اشوف جواب. يا ليتك سمعت اللي جنبك. ايه قلت لك. لا مو انت، الثانية مكروه الجواب. غلط. قلت لك كيف تلف راسك بالصلاة؟ تراني والله ذكية يا جماعة بس تفترت. الله خليكم. دي ذكية. أجل نجرب سؤال ثاني. يلا. من هو أول شهيدة في الإسلام؟ سمية بنت خياط، عائشة، أنجلينا جولي، خديجة. شهيدة يعني قتلت؟ يعني شهيدة. لا الحين مرة تفشلت. الحين مرة تفشلت. ما اسم أمي عيسى بن مريم؟ عيسى بن مريم؟ نعم. شو الأسئلة الصعبة؟ هذا متأكد من السؤال الصحيح؟ لا دقيقة. أعطيك اختيارات؟ هي عطني اختيارات. فاطمة، خديجة، مريم، منى. مريم. متأكد مريم؟ مو متأكد بس أنا أقول مريم. لا هو اللي باضي ترتب كذا. ثبت. صح عليك يا حبيبي، ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله عليك. السؤال اللي بعده، من هو النبي الذي كان يبرئ الأكم والأبصر؟ كم والأبصر؟ موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، أو محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى؟ تأكد؟ يمكن. ثبت؟ ثبت. صح عليك يا رجل، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. والله انت اسمع، ماشي على البركة انت، والله ماشي على البركة. الحمد لله. الحمد لله. حاليا تواصل 200 ريال. انا اقول 200 ريال بنزينية السيارة الطيبة، لاند كروزر هاي السيارة؟ هاي لاند كروزر. اللي تقريبا بنزين، لا اللي يبي لك بعد سؤال جواب ثاني، بعد توصل 300-400 بنزينية السيارة ان شاء الله. تبي تكمل معانا ولا توقف؟ كمل. السؤال هذا بقيمة 300 ريال، 300 درهم. من هو النبي الذي من هو النبي الذي دخل عليه الملائكة فبشروه بغلام عليم؟ خيارات. لوط عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، زكريا عليه السلام. حذف اختيارين إذا تبي تستخدمه. حذف خيار. أجل بيبقى معاك إبراهيم عليه السلام وزكريا عليه السلام. إبراهيم. أنت متأكد؟ ثبت جوابك؟ ثبت. طب قبل دلوقتي. لا خلاص الآن ثبت معاك الجواب، قبل لا يطلع الجواب شو اللي خلاك تقول إبراهيم؟ والله كذي فكرت. كذي بس. أنت ما شاء الله عليك ماشي على العافية وقاعد تجيب أجوبة صح. صح عليك يا رجل ما شاء الله. ها انت منو امك دعيت لك ما شاء الله لا يفرق اياها. كمل ولا توقف؟ كمل. ترى ما عندك اي مساعدات، اجل نكمل. كم عدد اركان الايمان؟ الصلاه. شلون؟ عدد الايمان. كم عدد اركان الايمان؟ اعطيك اربع اختيارات. اربعه، سته، خمسه، ثمانيه. والسؤال هذا بقيمه 500 درهم ان شاء الله. سته. شوف اسالك بالله قاعد تستخدمه التلفون في هذا السؤال؟ طلع لي صابك اللي على يمينك غشاش.
غشاش غشاش غشاش. اقول انا اقول ما شاء الله عليه على الكل. لا 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 بس هذا السؤال بس والله. هلا بالشيخ ابو فله. ايه ولا من فلسطين؟ والله فلسطين. والله وسبعين نعم. كيف احوالكم فلسطين؟ الحمد لله والله منيح. والله الحمد لله رب العالمين. انت امشي منيح؟ الحمد لله الحمد لله. رمضان كيف معك؟ الحمد لله والله انا منصوم الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تقبل الله. في رمضان احلى اجواء. احلى اجواء في فلسطين في رمضان صحيح؟ والله يليتني معاكم ان شاء الله السنه المقبله باذن الله اكون معاكم. نتلاقى في القدس ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بعد اتزوج فلسطينيه بعد ابي اكمل نص ديني وفلسطين انا اشوف يعني باذن الله وناس جدعان جدعان اهل فلسطين. هذا هو جدعان. أيوة. أبي أنا رجال أنا الزلم بس أبي أصير زلم زيادة عرفت؟ أها. فلما يصيرون قرابتي فلسطينيين خلاص بصير زلم. بصير التوب. التوب. تسمع عندنا مسابقة تشارك؟ يلا نشارك. من الصحابي الذي دافع عن النبي في معركة الأحد وحتى شلت يمينه؟ ثبت. ثواني ثواني بس. أعطيك اختيارين. حمزة بن عبد المطلب. طلحة بن عبد الله. طلحة بن عبد الله. حمزة بن عبد المطلب ومين أخرى؟ حمزة بن عبد المطلب طلحة بن عبد الله أو طلحة بن عبيد الله. أنت شو تقول؟ أنا كل واحد عندك كل واحد. طلحة. أنا عبد حمزة. أنت تقول حمزة وأنت تقول طلحة. مزبوط. طيب الفائز يعني كذا أنا هذا شيء جديد صراحة بس يعني الفائز راح يأخذ الجائزة لنفسه. مزبوط. طيب طلحة بن عبد الله أنت اللي فائز اللي جنبك ما يأخذ أبدا. ما يأخذ. ومية درهم قفوا عليك أرسل لي رقم التواصل. طيب اسم الكريم حسن. حسن اسماعيل ضر. والله السمي حسن. أنا حسن. والله والله السمي. طب حسن يعني أنت ليش حاط جنسك أنثى يعني تدور بنات يعني بشهر رمضان الفضيل؟ البرنامج أول مرة أنت أول واحد بيطلع لي. آه والله أنا مصدقك يا حسن. أنا مصدقك إن شاء الله الناس يصدقونك إن شاء الله. السلام عليكم. Excuse me. I'm sorry. وين الفود كورت؟ يمين يسار سيدة عشان تلاقيني بحد. عفوا. لا لا يمين يمين لا تاخذين لفادي عشان تروحين المحل ان شاء الله. لما توصلين المحل لما توصلين المحل بشرين. انت بفله؟ توصلين بالسلامة ان شاء الله. اي نعم. هاي جايز. ابلعش كيف قالت هاي جايز يا ماي سو ماي ذيس از نو واي. مشهور. لا لا انا مو مشهور. انا مو مشهور. لا لا انا مو مشهور. لا لا ليش الابتلاء هذا؟ هل في مسابقة تبي تشاركين؟ يلا. أول سؤال بقيمة 100 درهم. كل سؤال 100 جاوبتي غلط. لا لا. جاوبتي غلط تفقدين كل شيء. عندك مساعدة واحدة حد اختياري. يلا يلا. تمام ما في إزعاج أنا ما أقدر أشرح. زين يلا. رمضانية. هذه مسابقة رمضانية نبي نسأل. سوري سوري. خلاص آسف آسف تمام. السؤال الأول بقيمة 100 درهم كل ما تجاوبين كل ما يزيد غلط. أول شيء من وين بحصل الفلوس؟ يعني لو تخليني اكمل راح اشرح لك بس خليني اكمل. عفوا 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 راسك. شو اسمك؟ ويت صبر ما اقدر اقول شيء. ما اقدر اقول شيء. تبون تشاركون ولا لا؟ سوري سوري. اقبل اقبل الاعتذار. اول سؤال من هو الصحابي الذي ذكر اسمه في القران الكريم؟ كلهم. ها سؤال ثاني. بس طيب سؤال ثاني. ما هي الفريضه الذي يذهب الناس اليها للكعب؟ صيام صلاه عمره حج. عمره. تبي تاكدين؟ ترى السؤال بقيمه 100 درهم بتعطينا مجانا اذا جاوبتي صح. بشي الحج عمره حج. حج صحيح. اكيد صح. و100 درهم. اوكي السؤال اللي بعده ولا نوقف؟ السؤال اللي بعده. ما هي اول دوله صنعت العمله الورقيه؟ روسيا. سويسرا. مدري. خلاص انا اعطيك اختيارات. طيب اختيارات اختيارات. اختيارات اكيد اكيد. كل سؤال فيه اربع اختيارات. يابان روسيا كوريا الصين. روسيا روسيا. صين 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 صين. روسيا اكيد. صين صين. هي بس بالله عليكم اعطوني بس بروح ما يعرف. ابي اتاكد دقيقه. انتوا شنو قلتوا قبل؟ شنو قلتوا؟ روسيا. الصين الصين. انتوا ثبتوا على الجواب. تشاوروا ثبتوا على الجواب. روسيا 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 الصين وروسيا كلها واحد عادي. عمي ابوك الصين الصين. ما في ثبت الصين صح. اي نعم. في سؤال بعد 300 الله يستر. من هو هاي سهله هذه ترى. من هو اسد الله؟ شو اسمه اختيارات. هدي 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 بعطيك اختيارات. هدي هدي شوي. حمزه بن عبد المطلب. حمزه ثبت صح. يلا
تطلعوا؟ والله احسن، بالعكس وفرتوا لنا فلوس وريحتوا اذني. يا ريحتوا اذني بفله. هلا والله، حالك بخير؟ طيب حالك انت؟ حالك انت والله طيبين. والله اني طيب دام انك طيب يا شيخ. انت بالامارات؟ نعم بالامارات. ايوه وين بالامارات؟ دبي. ما تسوي سكب؟ والله ما اسوي. ابشر بالله عليك ما تسوي. والله ما اسوي. انت وين؟ من وين؟ انا في دبي. منين؟ في البيت. في البيت ما شاء الله بيتكم كبير. انت ما تحتاج تشارك من يربح المليون. انت مليونير. انا بربح. انت مليونير ليش تبي تربح؟ ثواني ثواني. صالتكم كمر بيتي كامل في مصعد بعد. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا شاء الله تبارك الرحمن. السؤال الاول تجاوب صح تدخل في المسابقه. شنو اسم ام عيسى بن مريم؟ والله ام عيسى بن مريم. ام عيسى بن مريم. والله ام عيسى بن مريم. ما لا ما في اسم. والله يا لي ارى يعني اسم ام عيسى بن مريم. ام عيسى بن مريم. مريم مريم. ايش ما جبتها من البدايه؟ ما شاء الله الله مريم. ايش فيك يا السمكه؟ هاي حركات ما تعرفها، هاي حركات جديده. ايش هذا الشنين؟ هذا الرقص هذا الرقص البدو يا حبيبي. هذا رقص ما تعرف انت. امشي لا تبث. والله بشتكي عليه. شو تشتكي عليه؟ انت او ام تي في تدخل او ام تي في تفتح وجهك. انت حطيت موافق على وجهك طالع. وجهك طالع للعالم. انت مشهور اليوم. انت مشهور اليوم. تهددني انا اهددك. ابلع ابلع. انا اكمل جيمك. كمل جيمك. اسف اسف على الازعاج. اسف اسف. خسران ولا فايز؟ What you saying bro? I'm sorry I'm sorry bro I'm sorry I'm doing challenge in YouTube. You don't know me? I don't know bro. Okay, I think I've seen you somewhere bro. I could be listen, around listen, my back. I will tell you. Ah brother. Why والله brother know, like this you are like a woman are put niqab. Yo, my nigga, I don't want to listen to that. Who's nigga? Who's nigga white man? You listen, nigga. You listen, huh? Nigga, you can't say nigga. My bad, but start first. Yeah. Question. You subscribe on Abu Fella channel? I'll subscribe now. Okay, no problem. Let me see. My question is one question that is able to you win $100. Okay. How much do you think in my face? What my equipment I have? How much subscribe do you think I have in YouTube? Okay. I will give you three. I will give you three. Choice. Give me three options. All right. Yeah, options. One. Okay. 100, 500, and 28 million. 28 million. Yeah, this is the option. Okay. Bismillah, I need 28 million. 28 million? Nah, that's too much. Okay. I said like 500,000. Why 28 million is too much in my face, Danny? You see, no, like I think you got it, but I don't know how like Arabic YouTubers are. So I will tell you, man, you are right, brother. Man, nigga, 28 million subscriber, and I will cross 30 million subscriber after 1 month, inshallah. Brother, in the Middle East, you ain't know nothing about Middle East. We are crazy. We support like crazy, no, bro. I know a lot about Middle East. I know a lot about Middle East. I was born in like Canada, but then I lived in Emirat for like 10 years. Ah, assalamu alaikum, Abasha. Wa alaikum. Wa alaikum, bas. Leesh? Abu Fella. بجد والله يا اسطى انت بجد ولا عرفني بس؟ والله العظيم انا من الصبح بدور عليه. والله تستاهل تفوز معانا. سؤال، من كان يحالف الاوس في قبائل اليهود قبل اسلامهم؟ طب استنى بس اخذ معك سكرين. عشان سكرين بس. يعني انت عارف ما راح تجاوب؟ قلت يلا سكرين. حبيبي غد. والله ما انا مصدق. حبيبي احلى تحية للبشوات ام مصر. ابو فله. هلا والله بالشيخ. ارحب ابو فله. ارحب مليون. ارحب مليون. ارحب مليون. جاهزين للمسابقه؟ تبون تصيرون مليونيريه؟ ايه اليوم تصيرون مليونيريه باذن الله. يا نبي. اسم ام عيسى بن مريم. عائشه. اللي على اليمين لابس الكبوس الكاب، تمام؟ انت شنو قلت عائشه؟ جوابك عجبني، بس اقدر اسالك ليش عيسى بن مريم امه عائشه؟ عرفته. اي فعيسى بن مريم امه عائشه. رضعته عائشة رضي الله عنها. نعم عيسى بن مريم. عيسى رضعته عائشة رضي الله عنها. عيسى بن مريم. عيسى بن مريم أمه مريم. يلا عطي هدية. مريم بنت عمران. طيب صاحبك قاعد يقول عائشة غلط. لا غاب تخربطت أنا. تخربطت. أجل يعني أثبت مريم. صح عليكم 100 درهم. كفو عليك. هذه الهدية
ليبيا 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 أبو فلا ليبيا 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 حبايب البيت ليبيا 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 فلا يا كبير يا أسطورة الأساطير كمل كمل إيه يقولوا لك كدبة يقولوا لك أنا ربي أبو فلا يا أبو فلا على السماعه السلام عليكم يلا بنجارك يلا باذن الله فالكم الفوز ان شاء الله اول سؤال بقيمه 100 درهم ما هو اكثر عدد لركعات الوتر 3 ركعات 11 ركعه 5 ركعات 9 ركعات والله شكل السؤال صعب شباب ليش ما حد يسولف الو الو السلام عليكم عبد الله ايش حالك نغير السؤال غير الصوت ابشر ابشر بعزك من هو النبي الذي ارسل الى قوم عاد بس عنده ابو طوع هود عليه السلام صالح عليه السلام شعيب عليه السلام عيسى ابن مريم عليه السلام منو اللي ارسل لقوم عاد قلنا عيسى قال عيسى لا شوف داخل جوجل قاعد يدور خلاص لا 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 والله بنت دلهونة والله هود عليه السلام شعيب عليه السلام صالح عليه السلام أو عيسى بن مريم عليه السلام عليهم وعليك السلام يا أبو فلك جميعا هود عليه السلام هود عليه السلام صحيح عدل يا أبو من هو النبي الذي كفل السيدة مريم يعقوب عليه السلام زكريا عليه السلام شعيب عليه السلام أو يوسف عليه السلام زكريا عليه السلام ثبت الله عليك عشان دعاك 200 درهم كفوا هذه السرعة وهذا الوثوق شغل شوف اللحية ما شاء الله لحية غانم إن شاء الله ما هو اسم الكتاب الذي نزل لسيدنا عيسى التوراة صحف موسى القرآن الكريم أو الإنجيل اصبر أنا عيد التوراة أظن الإنجيل صح بنجاوب عندك يعني لا الإنجيل شو عدد تبي ثبت إنجيل ثبت إنجيل أنا أحس كذي والله إحساسك في محله يا رجل الله أكبر 300 درهم ما شاء الله تبارك الرحمن السؤال اللي بعده 500 درهم تكمل معانا ولا لك ايه بسم الله الرحمن الرحيم طيب من هو النبي الذي انشق له القمر لوط عليه السلام موسى عليه السلام ابراهيم عليه السلام او زكريا عليه السلام ما في خيار خامس دقيقة في شيء غلط اسف حسيت انه في شيء غلط من هو النبي الذي انشق له البحر لوط عليه السلام ابراهيم عليه السلام زكريا عليه السلام او موسى عليه السلام موسى تعرف ليه لان هذه واحده من المعجزات اللي سوت ان يضرب الارض ويشق البحر يا اخي صح عليك يا رجل ابن المطوع ما شاء الله اليوم فلسنا اليوم بنفلس ما شاء الله اليوم المليون 500 درهم اذا تكمل السؤال اللي بعده الان تتضاعف الارقام كمل يعني الان انت معك 500 بعد الله شو اسمك ابو فلا عطره تشيز وش راي تشيز من هو اول فدائي في الاسلام علي بن ابي طالب ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب حسن بن سليمان انت تعرف بكثر ما هي سنه بخلي ربيع يجاوبها جاوب يلا خلي من الطاوله عشان اقول كذا علي بن ابي طالب ثبت ما شاء الله والله اني استهنت فيكم يا شباب الله يعطيكم العافية طيب انتم معكم الالف درهم السؤال اللي بعده بقيمة الف درهم احس يسدر حق طلعت دبي اليوم يسدر لا والله نكمل والله شباب عندكم الراي شو تشاوروا وقول بنكمل روح يلا راح ما هي الصورة التي ذكر فيها حد الزنا صورة النساء صورة البقرة صورة النور صورة آل عمران صورة النساء لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقت تخوف انت بتفلس ام سورة النور والله ونقول ما هي الصورة التي ذكر في حد الزنا اللي جوابها بقيمة 2000 درهم ونقول فيها هي صورة النور نعم كفو عليكم نعم ايه ما شاء الله
اوكي تكمل السؤال اللي بعده ب 4000 درهم. كمل. انت يا اخي ما ينفع هذا اللي علي صار عندك الحماس اللي بالنص ما شاء الله. دقيقه انت قاعد الله يعطيهم طوع خير. امين يا رب. ما هي الصوره التي تناولت احداث غزوه بدر؟ صورة عينك اللي بالنص من المطوع شفتك ايش الله يطول شفت عينك راحت لصاحبك اللي على اليسار. لا الله يا ما يسوق يسوق انا وين السياره واقفه يا شباب ما اشوف انا توه توه وقفنا على الشيشه حتى لفينا شيشه عشانك. طيب زين اذا ممكن طلب بسيط يا شباب عشان الشك الحلال والحرام اللي بالنص الله يذكره بالخير يكون ماسك التلفونات خلاص اذا ممكن هذا تلفون وين تلفون كيف تلفونات اثنين اذا تضرب عنها احسن بعد احسن الله يذكرك بالخير اجل نقول ما هي الصوره التي تناولت احداث غزوه بدر صوره التوبه صوره المائده صوره الانفال صوره البقره ما هي الصورة التي تناولت والله العيون يا شباب والله العيون الله يا ما هي الصورة التي تناولت احداث غزوة بدر غزوة بدر توبة ولا تفلات ابي اشوف التفلات معك بابا والله ذكر مطوع ابوك مو ابوي ترى اجاكم مرة اخر مرة عيد عيد اختيارات يا سين نتذكر ما هي الصورة التي تناولت أحداث غزوة بدر توبة الأنفال المائدة البقرة سهلة الحين أعطيتنا اختيارات كاملة صح ولا لا؟ بسم الله العلي العظيم إني ماني مرتاح لك ورب العباد ماني مرتاح لك لا صدق لكن مش ما أعطيتني الاختيارات الصح ضمن اختيارات ما قلت الأنفال لا قلت هذا دليل والله هذا دليل الفار موجود الفار موجود شوف الفار سورة التوبة سورة المائدة سورة الأنفال سورة البقرة اذكر لي الآية اللي موجودة بسورة الأنفال اللي لها علاقة بغزوة بدر والله لو حافظنها ابترها مني